السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم 27/8/2022 في مصر، سجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و19 قرش، أما اليورو 19 جنيه و11 قرش، الريال السعودي 5 جنيه و11 قرش، الدرهم الإماراتي 5 جنيه و22 قرش، الدينار البحريني 50 جنيه و84 قرش، الفرنك السويسري 19 جنيه و84 قرش، أما الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيه و52 قرش، أما الدينار الأردني سجل 27 جنيه، والدينار الكويتي سجل 62 جنيه و22 قرش، الريال العماني سجل 49 جنيه و73 قرش، أما الريال القطري سجل 5 جنيه و27 قرش. فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس وتعاملنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكراً.